بقى القصة دي، بس خلينا نكمل شوية مونديال اليابان وقول لي بقى الكواليس كانت عاملة ازاي. يعني يمكن كنت بسألك بركات كان بيعمل فيكم مقالب بيعملش؟ بركات المقالب اللي بتاع بركات مش هينفع تتقال على الهوا بصراحة، يعني اصل بركات اللي بيعمله مش هينفع يتقال على الهوا. لكن انا حكي، لكن هنا في موقف بينه وبين بركات، كان يعني بينا اصلا في البطولة الأفريقية، وبركات كان خلاص يعني كان في كلام ان هو يعتزل، يعني كان واخد قرار ان هو الفترة اللي جاية يعني في البطولة ان هو يعتزل بعد البطولة، وكان في كلام زي كده يعني. فاحنا كنا رايحين تمرين، وكان خلاص احنا كنا في حدث كبير اللي هو نهائي البطولة في الترجي في تونس، وبركات قال انا عايز اقول حاجة، فكنا خلاص بقى خدنا الرياكشن ان احنا زعلانين، ان كنا قلنا بركات هيقول خبر الاعتزال، وطبعا في زعل، وسكتنا كده وقاعدين، وطلع في المايك وقال انا عايز اقول حاجه. فلا يا بركات ما تقولش. فقال لك انا عديت 20 مليون في مرحله في لعبه صابواي. خلينا كابتن حسام ما بيهزرش وبيضحكش، خلى كابتن حسام وكل اللعيبه قعدت تضحك. فمواقف بركات طبعا كبيره جدا. انتوا مستنيين خبر بقى صعب منه؟ خبر. وانا بقول لك كل الفتره دي كان خلاص على خبر الاعتزال، ان بركات هيعتزل، وفاجئنا بالكلام بتاعه ده. لكن بركات له مواقف كتيره، بس مش هينفع اتقال على الهواء بصراحه. طيب خلاص.